وأكد قطان رفض المملكة محاولات إيران لزعزعة استقرار المنطقة ودعم الميليشيات الإرهابية. ولا زالت بلادي تطالب باتخاذ إجراءات حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والأعمال السلبية التي تقوم بها إيران من دعم للإرهاب ومحاولة زعزعة أمن بعض الدول في المنطقة وزرع الخلايا الإرهابية في دولنا، وكذلك انتهاك الاتفاقيات الدولية فيما يخص الصواريخ البالستية والذي يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي. إن إقامة علاقات طبيعية مع إيران يعتمد على امتناعها عن التدخل في شؤون الدول المنطقة والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية.